بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا من الصور المعاملة الجائزة مع الكفار الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي على تفصيل ذكرناه، فكذا الإجارة والبيع والشراء فيما يجوز مثله بين المسلمين فيما لا يكون فيه تعاون على إثم أو عدوان. من صور المعاملة الجائزة مع الكفار قبول الهدية منهم وكذا الإهداء إليهم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قبول الهدية من المشركين. الإخوة خارج المسجد، ما انا عارف انه مش إخوة. الإخوة خارج المسجد يراعوا ان هم بجوار مسجد وان في درس. الشباب خارج المسجد اللي بيرفعوا اصواتهم بجوار المسجد يراعوا ان في مسجد وان في درس. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيح: باب قبول الهدية من المشركين. وذكر جملة من الأحاديث، منها حديث أنس في إهداء أكيد الدومة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا حديث أنس في إهداء اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة وأكله منها وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو متفق على صحته. وكذا إهداء ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه بردا، أيضا متفق عليه. وذكر أيضا قصة هاجر التي أهداها الجبار ولسارة، وكأن الإهداء كان لإبراهيم في الجملة، ولكن كان الإهداء لسارة امرأة إبراهيم عليه السلام، وذلك أنه قال: اذهبوا بها وأعطوها هاجر، أعطوها هاجر. فقبلت سارة ذلك، قبل النبي عليه الصلاة والسلام الهدية من المشركين، وأيضا رد عليهم ذلك بهدية مماثلة أنه كسى ملك أيلة بردا. وروى البخاري أيضا في باب الهدية للمشركين حديث إهداء عمر أخاه المشرك حلة حرير كما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إياه، وقال: ما أعطيتكها لتلبسها. فكساها عمر هذا الأخ المشرك، وذلك أيضا ككسوة لنسائه يتألفه بذلك. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لما جاءتها أمها بعد صلح الحديبية في فترة الهدنة وهي راغبة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: صلي أمك، صلي أمك. فهذا على سبيل التأليف وصلة الرحم من غير مودة للمشركين. وأما من كان يريد بهديته سواء إهداء أو قبولا الموالاة والتودد، فهذا الذي ورد فيه حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا رواه أبو داود من حديث عياض بن حمار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أهدى له مشرك هدية فردها وقال: إني نهيت عن زبد المشركين، أي عن عطاياهم. بعض العلماء رجح النسخ، وهذا ليس فيه دليل لأن التاريخ غير معلوم، ثم ما أمكن الجمع بين الأدلة فيجمع بين الأدلة. قال ابن حجر: وجمع غير الطبري بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة،
فنمتنع من قبول ذلك. وهذه صورة تكثر من المشركين في زماننا أنهم يودون أن يعظم المسلمون أعيادهم، فربما أهدوا للمسلمين في يوم عيدهم الباطل، يهدون هدايا للمسلمين في يوم عيدهم الباطل ليعظم المسلمون معهم هذا العيد. فهذه صورة من صور الموالاة ومتابعة المشركين على أعيادهم، قد سبق الكلام على أنها موالاة محرمة لهم، بل اعتقاد صحة هذه الأعياد المتضمنة لتكذيب القرآن العظيم كالاحتفال بصلب المسيح وموته وقيامته من الأموات ونحو ذلك، هو والعياذ بالله إذا اعتقد صحة ذلك وأنه فعلا ينبغي أن يكون عيدا مع أنه يكذب القرآن وبعد علمه، يكون كفرا والعياذ بالله. فنقول أن هذه الصورة صورة الإهداء في عيد المشركين لتعظيم ذلك العيد، صورة من صور التودد والموالاة. وقد قال بعض السلف: من أهدى إليهم زهرة في عيدهم فقد كفر، يعني بذلك من استحل ذلك، أو أعني تبين له الأمر وأراد صحة ذلك العيد وتعظيمه وهو مبني على تكذيب القرآن، والله أعلى وأعلم، أو قال ذلك على سبيل التغليظ. وقد يكون كما ذكرنا وأيضا على الكفر الأكبر إذا اعتقد صحة هذا العيد. فرد النبي عليه الصلاة والسلام هدية المشرك وقوله إني نهيت عن زبد المشركين أن عن عطاياهم، فيدل على ما ذكرنا في أن الامتناع يمتنع من قبول الهدية في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجو بذلك تأنيثه وتأليفه على الإسلام. وذلك أن القبول الهدية والإهداء بهدية مماثلة يؤدي إلى تقريب القلوب إلى الإسلام، فمن هنا كان الجواز في تلك الحالة ويمنع من حالة التودد والموالاة. ومن أوضح ذلك ما صنعوه لأجل عيدهم، ولو كان يهدي للمسلم في عيده على رجاء أن يهديه المسلم في عيده، يعني يأتي مثلا في مناسبة عيد الفطر أو عيد الأضحى ويهدي المسلمين هدية ليفعل المسلمون مثل ذلك في عيدهم هم، فيمكن للمسلم أن يقبل هذه الهدية ويهدي لهم في عيد المسلمين أيضا، لأنه لا يعني يجوز له أن يهدي لهم في عيدهم، وإن كان ذلك ممتنعا لم يقبل تلك الهدية لأنه يريد التودد والموالاة. من هذه الصور دعوتهم لبعض المسلمين على طعام الإفطار في رمضان، ومعلوم أنهم إنما يريدون بذلك تذويب الحاجز بين المسلمين وبينهم، أعني أن غرضهم قد علم من أنهم يريدون المتابعة والقول بمساواة الملل، وأننا بينهم وبينهم كل مودة ومحبة، ومثل هذه الكلمات التي تقال في مثل هذه اللقاءات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل دعوة اليهودية على الشاة التي كانت سمتها، فنحن يمكن أن نقبل لو كان ممن لا يرتب على مثل هذا أننا لا نختلف معهم، أو أننا يرتب على ذلك أننا سواء في الملة والدين، وأن كل واحد على طريقة فليتمسك بطريقته، وأن كل هذه الأديان توصل إلى الله، وهو في الحقيقة في حقيقة الأمر لا يعتقد ذلك، لكن يريد تمييع القضية لدى المسلمين، لأنهم يجزمون أن أهل الإسلام طالما لم يقبلوا باعتقاد صلب المسيح مثلا فإنه لا يكون ناجيا عند الله ولا يمكن أن يدخل الجنة، بل يكون عندهم كافرا، وكذا إذا لم يعتقد ألوهية المسيح. فمثل هذا لا يجوز للمسلم، يعني كما إذا كان هو لا يعتقد ذلك تمييع، يعني ليس عنده مساواة بين المسلم وبين الكافر، هو لا يقبل ذلك، بل يرى المسلم لا يمكن أن يقبل عندهم إلا إذا كفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ف
فإذا كان هو كذلك فماذا يقصدون تنمية القضية لأهل الإسلام لكي يجذب بعض الجهلة والمبتدعين من أهل الإسلام إليهم، وربما أقروا وظنوا صحة هذه الملل فكفروا ونعوذ بالله من ذلك. فالخلاصة ما ذكره ابن حجر أن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجو بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. أما رد السلام عليهم إذا سلموا علينا، رد السلام ذكرنا رد السلام مجردا عن السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وقال عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى ضيقه. وهذا الحديث الصحيح دليل على عدم جواز بدئهم بالسلام، والظاهر كل تحية كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله، لأن التحية إكرام، فلا يقول له ابتداء صباح الخير مثلا أو مساء الخير أو أهلا وسهلا أو نحو ذلك مما يستعمل كبدل السلام في التحية. إذا ولد أخلاط جمع من المسلمين والكافرين ولو كان مسلم واحد جاز إلقاء السلام على المجموع ناويا المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وأهل الكتاب فسلم عليهم، والمقصود كما ذكرنا سلم عليهم المقصود بذلك أهل الإسلام للجمع بينه وبين لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. لكن الذي نتكلم عنه هو الرد عليهم. قال ابن القيم رحمه الله اختلف في وجوبه، انه يجب ان يرد، فالجمهور على وجوبه وهو الصواب، وقال الطائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على اهل البدع وهو اولى، هو يعني الرد عدم الرد عليهم اولى من عدم الرد على اهل البدع، يكون ده قياس الأولى. قال والصواب الأول أنه يجب الرد. لماذا يجب الرد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا وعليكم، ولأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأمر الله بالرد. فالصحيح أن ذلك لازم سواء كان الابتداء من مسلم أو كافر. قال والفرق بين أهل الشرك وأهل البدعة، البدعة يجوز أن تهجرهم زجرا لهم، يجوز إذا سلم عليك أن لا ترد عليه السلام، كما قال كعب رضي الله عنه لما سلم على أبي طلحة قال فوالله ما رد علي السلام، وكان يأتي يدخل المسجد فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في نفسي أحرك شفتيه برد السلام أم لا. دل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه رد السلام، لو كان أسمعه وهو الواجب أن الرد لابد أن يسمع، فلما لم يسمعه تبين أنه لم يرد عليه السلام. فيجوز هجرا أهل البدع إذا كانت المصلحة في ذلك بتعذيرهم والتحذير منهم أو دفعهم إلى العودة عن بدعتهم. قال والفرق أن مأمورون بهجر أهل البدع تعذيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة أو الكفار عموما، وذلك أننا لم نؤمر بهجرهم على تلك الحال، وإنما نلتزم أمر الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولكن الصحيح أنه يقال فيها وعليكم في السلام وكذا، أما التحية الأخرى فيمكن أن أردها بمثلها، لو قال لك صباح الخير قل يمكن أن تقول له صباح الخير ونحو هذا ترد عليه تحيته. وأما إذا كانت بالسلام السلام عليكم فالصحيح أنه يقول وعليكم، سواء تأكد من أنه قال وعليكم أنه قال السلام عليكم أو أنه قال السلام عليكم،
أو لم يتأكد، سواء تأكد أو لم يتأكد، لأن اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليكم، السلام عليك يا محمد، يلون ألسنتهم بحذف اللام، والسام الموت أو الكآبة أو نحو ذلك. فعائشة رضي الله عنها قالت بل أنتم عليكم السام واللعنة، فقال يا عائشة أو غير ذلك، أما سمعت أني قلت لهم وعليكم فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا؟ فتبين بذلك أنه كانوا يقولون ذلك. بعض العلماء يقول لو تيقن أنهم يقولون السلام عليكم شرع الرد بالسلام فنقول عليكم السلام، والصحيح أنه يقال عليكم، ذلك نوع من التنقيص لهم عن أهل الإسلام. فهذه مسألة مقصودة، وهو جعل الصغار عليهم تنقيصا لهم عن أهل الإسلام ليسوا كأهل الإسلام، وعليكم قد حقق الرد وفي نفس الوقت فارق بين أهل الإسلام وأهل الكفر. التحيات الأخرى يمكن أن ترد كما هي، كما هو ظاهر الآية. هل يمكن للمسلم إذا دخل على كافر وهو الذي دخل عليه أولا وليس هناك مسلمون معه ولا واحد، هل يمكن أن يبدأه بقوله والسلام على من اتبع الهدى أو السلام على من اتبع الهدى؟ نعم، فهذه ليست تحية له، فإنما هي لمن اتبع الهدى. وقد احتج بعض العلماء بأن إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، حتى قالوا أنه يجوز أن يسلم على أهل الكتاب ابتداء، والصحيح أنه لا يجوز، أن هذا ليس بتحية من إبراهيم لأبي، وإنما قال ستسلم مني، لن أوذيك كما تؤذيني، لن أفعل بك ما يضرك، بل ستجد مني السلام، فليست هذه بتحية. أما السلام على من اتبع الهدى فقد استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما راسل ملوك المشركين، فكان يقول السلام على من اتبع الهدى، ثم يذكر ما أراد من إبلاغهم دين الإسلام. فخلاصة الكلام في رد السلام أنه واجب، ولكن بلفظ وعليكم، وأنواع التحية الأخرى واجب بأن يردها، ولا يجوز أن يبدأهم بالسلام نصا وبأي تحية قياسا صحيحا، لأن التحية إكرام والمأمور تصغيرهم. الانتفاع بما عندهم من أنواع العلوم الدنيوية، يجوز للمسلم أن يتلقى من غير المسلم ما ينفعه في علوم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعات والزراعات والأعمال الإدارية وأمثال ذلك، وهذا حين تنعدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم تقي. كذلك يجوز الانتفاع بهم في دلالة الطريق وما عندهم من سلاح وملابس وغير ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس، وجرت العادة فيها أن المسلم والكافر يستويان في الانتفاع بها. وأدلة الانتفاع بالكفار بما عند الكفار يعني نجدها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الحديث عن عائشة أنه استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا خريتا، رجلا من بني الديل، وكان هاديا خريتا، يعني كان هاديا خبيرا ماهرا بالطرق. وهذا يدلنا على جواز استئجار المشرك لأي وظيفة ينتفع بها منه، مثل الدلالة على الطريق، ومثل يعني طرق الصناعة أو الزراعة أو أنواع أو الطب أو غير ذلك، والله أعلم. باب الزواج من الكتابية، مما يجوز بين من معاملة أهل الكتاب دون غيرهم. الأمور السابقة ذكرنا المشركين ليدخل في ذلك أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، فلا بأس أن يهدي إلى مالك مشرك وثني، ولا بأس أو إلى رجل مشرك وثني، ولا بأس أن ينتفع بما عند
أيضا ملحد، ما الذين لا من علوم الدنيا، لكن الزواج من الكتابية فهذا خاص بالكتابيات. قال الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال ابن كثير رحمه الله: أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيل أريد به المحصنات الحرائر دون الإماء، لأن الله اشترط في زواج الأمة أن تكون مؤمنة من فتياته. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فبعضهم قال أن الإحصان هنا معناه الحرية، حكاه ابن جعفر المجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر. ويحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه ابن جرير، ويحتمل أن يكون أراد به بالحرة العفيفة كما في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور هنا، وهو أشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية. مكتوبة إيه؟ فيفسد حالها بالكلية. هذا هو الصحيح، أن المحصنة هي العفيفة، فلا يجوز أن يتزوج امرأة قد زنت أو معروفة بالفاحشة من أهل الكتاب، لا بد أن تكون حرة عفيفة. ثم قيل: وقيل المراد بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي. وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، في قوله تعالى: فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى التزوج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربي عيسى، فقد قال تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. والصحيح أن هذا عام مخصوص، لا تنكح المشركات عام قد خصص بأهل الكتاب، أخرج منه نساء أهل الكتاب، ولذلك هي مشركة وكافرة، ولكن يجوز نكاحها بنص الآية إذا كانت عفيفة حرة. ولا نزاع بين المسلمين أنه لا يجوز لمسلمة أن تتزوج من كافر كتابي أو غير كتابي، حربي أو غير حربي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وتسليط الزوج على الزوجة نوع فتنة لها إذا كان كافرا والعياذ بالله. وأما إذا كان المسلم، إذا كان الزوج مسلما وكانت هي تحته، كان ذلك داعيا إلى إسلامها إن شاء الله. وقول ابن عمر رضي الله عنه أنها مشركة لا يجوز نكاحها، فنقول: كل كافر مشرك، ولو كانت لا تقول ربي عيسى وهو يجوز مع الجمهور الزواج من الإسرائيليات اليهوديات، يعني لأنهم اليهود عموما يقولون بلا إله إلا الله، ولكن نقول: هل هم كفار أم لا؟ لا نزاع في كفرهم، حيث تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ناقل عن الملة بإجماع المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك يبقى الإشكال كما هو، وكل كافر فهو يعبد الشيطان الذي أمره بالكفر ويطيعه في ذلك فهو مشرك. يبقى الإشكال الذي ذكره من قول الله: ولا تنكيح المشركات حتى يؤمن، لأنه داخل فيها اليهودية بهذا الاعتبار. فتبين بذلك أن ولا تنكيح المشركات يعني عبدة الأوثان،
حتى يؤمن. وأما الكتابيات أبد الأوثان وكل من لها ملة غير الكتابية اليهودية كانت أو النصرانية. قال ابن كثير: وقد تزوج جماعة من الصحابة نساء النصارى ولم يروا لذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فجعلوا هذه الآية مخصصة للتي في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع. فتبين بهذا أن قول أهل العلم جواز الزواج من الكتابية العفيفة يهودية أو نصرانية لم يخلف ذلك إلا ابن عمر رضي الله عنه في النصرانية، والأظهر قول الجمهور. إلا أنه لابد هنا من التنبيه على أن هذا الزواج لابد أن يظل معه بغض هذه المرأة على دينها، ولا مانع من استمرار النكاح مع ولود البغضاء، فكم من بيوت تقوم على غير الحب من مصالح ومنافع أخر: أولاد، أموال، مصالح متعددة، لا يلزم أن يولد الحب لتستمر الحياة. فلما كان زواج اليهودية الكتابية مستلزما لبغضها، فهو يجمع بين معاشرتها وبغضها، كان ذلك خلاف الأفضل أو كان مكروها. لما كان هذا الأمر وهو استمرار الزواج دون محبة لا يقوى عليه الأكثر، كان زواج الكتابية مكروها كما ثبت النهي عنه عن عمر دون تحريم. كان عمر ينهى الصحابة عن الزواج من أهل الكتاب ولكن لا يحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك. ولا توجد ذات دين إلا إذا كانت مسلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا نزاع بين العلماء في عدم جواز الزواج من المجوسية. لا يجوز أن يبدأ الكافر بالتحية ولو كان يريد بذلك تأليفه الإسلام. بقيت مسألة نسيت أن أذكرها في مسألة زواج الكتابية، وهي أن لا يكون ذلك في بلادهم، وذلك أنهم يغلبونه على أولاده، وقد نص الإمام أحمد على ذلك وقال: إن اضطر للزواج منها عزل عنها. وهذا أمر مشهود عبر التاريخ من أيام أحمد إلى زماننا هذا، أنه إذا كان في بلدهم أخذوا ولدها منه، وربما تنصر بعضهم بعض هؤلاء الأولاد. لذلك نقول إذا لابد أن تكون عفيفة، إذا عاشرت في الحرام لم تكن عفيفة، ولا بد أن يكون في بلاد المسلمين. والله أعلم. أشوف الأول. الموحدين الملحدين نعم يمكن أن يرد عليهم السلام إذا سلموا بوعليكم. محمول على مجتمع مسلم، لا يلزمنا أن نعرف إسلامه بسماع الشهادة منه شخصيا، بل يكفي القرائن فألقي عليه السلام بحكم قرينة. صحيح، مجتمع مسلم الأصل فيه السلام طالما لم أعلم أنه كفر.